نساء مخضبة أيديهن بالدم قتلن صدفة وعن سبق إصرار، لما قتلت الغيرة وسوء المعاملة ما تبقى من قدرتهن على التحمل. في هذه السلسلة الرمضانية اخترنا عينة من نساء قاتلات نحكي قصصهن المستوحاة من الواقع، نحكيها عبر حلقات وبأسلوب قصصي مختلف عما تعودتموه في قناة موروكان كرايم تي في الجريمة المغربية، وأتمنى أن تكونوا كثيرين وكثيرات في التفاعل. عنوان الحلقة 14 من هذه السلسلة هو قتلت الخيانة في فؤاده. في رحم قرية غارقة في التهميش نمت وعايش أبناؤها مراحل نمو جسدها وتبدل تقاسيمه وتموجاته. كلما اكتنز وبرز ردفاها زادت أطماعهم فيه كما لو كانوا ذئابا متربصة بالفريسة. كل واحد منهم تمناها له يفترس لحمها ويستمتع بتذوق حلاوة حميميته. كثير منهم حاول وكرر المحاولة مرات طمعا في ودها وجسدها، لكنها ظلت متمنعة على الانسياق وراء رغبتهم ولو بالإغراء. كل همها أن تكد وتجتهد في دراستها طمعا في مستقبل يخرجها من واقع اجتماعي لا يرضيها. هي الفتاة الفاتنة المتشبتة بأمل الانعتاق مما هي فيه. كانت ترفض صداقة كل أبناء ذاك الحي الصفيحي، حيث المنازل أعشاش قزيرية تشارك الفئران الإنسان العيش فيها وتحت سقف قزيري لا يقي لا من البرد ولا الحر وحتى المطر. إنها لا تعرف من مسارات الحياة غير تلك التي يمكن أن تفضي بها إلى مستقبل أفضل مما هي فيه من فقر وحاجة وحرمان. زادت السنين وكبر الجسد وتضاعفت أطماع العاشقين فيه، وبقي صمودها قويا في وجه الإغراء راسمة خارطة طريق خلاصها قطعت منها مسافة هامة بحصولها على شهادة البكالوريا ولو بميزة أقل مما طمحت إليه. هذا النجاح شرع لها باب العيش بعيدا عن أسرتها في الحي الجامعي بمدينة بعيدة بعشرات الكيلومترات عن قريتها التي ستودعها وتودع سجن عادات وتقاليد أسرها في عز شبابها حرمت فيه من كل شيء. فلا الظروف كانت مواتية ولا هي تحررت من قيود أسرية كبلت رغبتها وطموحها. لم تكن مندفعة ولا مقبل على الحياة كبنات جيلها، ورغبتها لم تكن غير الحفاظ على نفسها وشرفها ولو أحاطت بها الذئاب البشري المتربصة بجسدها. لكن الأمر سيختلف في المدينة حديثة العهد بها. هناك كل شيء مختلف تماما، وسائل التسلية والمرح متاحة وأبواب الحرية مشرعة، ولا ينقصها غير الإقدام والإقبال على الحياة. ترددت كثيرا كي تختار الطريق الأصح والأفيد لها ولأسرتها، لكنها سرعان ما ستنجرف فتجرفها عواصف اللذة. بعد شهور معدودات قضتها منغلقة على نفسها، ستتعرف هذه الفتاة البدوية على زميلات خبرنا في قوالب العيش أكثر منها، فكنا لها بوصلة نحو الضياع. لقد غيرناها شكلا وسلوكا، لم تعد كما كانت لا تلبس إلا المحتشم من الثياب. لقد تعرت من ماضيها وأقبلت على الحياة بكل حرية بعدما تحررت من قيود الأسرة والمجتمع. لم تعد تلبس إلا القصير مما يكشف المفاتن. لأول مرة تلبس التنور والقميص الفاضح لظهرها وصدرها، وتضع ملونا لشفتيها في رحلة اكتشاف جسدها المدفون سنينا في قبر التقاليد والعادات. كنا ثلاث مرافقاتها في طريق التحرر من أغلال الماضي. لم تكن قيمة المنحة الجامعية كافية للوفاء باحتياجاتهن من التغذية
ولباس يظهرهن بمظهر أجمل. لذلك ارتمينا وعن طواعية في بركة آسنة لم يحسن الغوص فيها، فجرفتهن لحيث لم تتوقعنه يوما ما. ما أن يخرجن من آخر حصة بالكلية حتى حيث تدرسن الجغرافيا حتى يتزيننا ويهرولن للشارع حيث يستعرضن أجسادهن لمن يريد اكتشاف جغرافيتها وقراءة تفاصيل تضاريسها والتمتع بجزء منه. نظرة فبسمة فتعارف فلقاء، مفاهيم اكتشفتها كما مقاه وفضاءات مغلقة شاهدة على بداية انحرافها. كانت البداية بقبولات مسروقة في لحظة عابرة مع كل شاب يفتتن بقدها الممشوق، فامتدت إلى حيث الحميمية أكثر في أسرة دافئة شهدت على زيغانها عن طريق رسمته لها الأسرة حفاظا على شرفها. لقد اكتشفت ما لم يكن لها به سابق معرفة. اكتشفت حرارة جسدها التي ستحرق كل شيء. تغيرت المضاجع وتكررت اللقاءات الحميمية وكسبت منها ما يغطي احتياجاتها المادية، لكنها خسرت الكثير. عاشت على هذا الحال شهورا قبل أن تتحرك المواجع. فقدت عذريتها وحملت سفاحا أجهضته، أهملت دراستها فرسبت في السنة الأولى والثانية، وأصبحت المنحة في مهب الريح وزادت محنها. لم يعد لها من سبيل للكسب غير الكسب من جسدها، حولته رأس مالا قبل أن يذبل ويتحول بضاعة كاسدة لا زبناء لها إلا من قليل الدخل والمياومين. أما من يدفع بسخاء فلا يقبلون بجسد تآكلت مفاتنه ولم يعد بالطراوة المعهودة. وأمواج البحر الفساد تتقاذفها، تعرفت صدفة على شاب عطف عليها وطالت علاقتهما، حيث ألف بعضهما حتى أنهما كان لا يفترقان إلا لماما. كانت تمني النفس أن يكون لها زوجا، فقد وجدت فيه ما لم تجده في كل الذين استمتعوا بطراوة جسدها ورموا في مزبلة النسيان لما ذبل. أما هو فلم يفكر في الارتباط بها لعلمه بماضيها، فقد اعتبرها مؤنسة خلوته، وفي كل سمر يجمعه بأصدقائه بمنزله الشاهد على حميمية علاقتهما. قضيا سنينا معا حتى أن الكثيرين خالوهما زوجين، ومع مرور الوقت توطدت علاقتهما وزاد منسوب حبهما لبعض ورغبته فيها. كانت تغار عليه ولا تقبل بأن ينظر لغيرها نظرة إعجاب، وهو ما كان يكره أن تكون لغيره في الفراش دون أن يتجرأ على الارتباط بها بعقد نكاح، رغم أنها فاتحته وتوسلت إليه كثيرا ومرارا. في تلك الليلة كانت رفقته بمنزله، وفي ضيافتهما أربعة شباب بينهم فتاة. لقد أعدوا العدة لسمر وليلة حمراء لم يدروا أنها ستتلون بدمه. اقتنوا قنينة الخمر ومستلزمات الجلسة والسمر، ضحكوا ورقصوا على إيقاع الموسيقى الشعبية الصاخبة دون اكتراث بالجيران. ومع كل كوب خمر احتسوه كانت حرارة أجسادهم تزداد وتركيز عقولهم واتزانهم ينقص. طال السمر ولعب الخمر بهم وتحركت الرغبة في الجسد. كان العشيق بين فتاتين، هي على يمينه تسقيه خمرا وتتودد حميمية في حضنه، وعلى يساره عاشقة صديقه. طيلة الليلة لم يليها الاهتمام المعتاد، وبدا أكثر ميلا للتي على اليسار. كان يمرر يديه بين الفينة والأخرى على مواقع حساسة من جسدها، ويهمس تارة في أذنها بكلمات غير مسموعة.
المشاهد تكررت مرات وحنقها زاد بعدما خالت الأمر عاديا في بدايته. لم تتوقع أن يتجرأ ليطمع في جسد عشيقة صديقه الحميم. صبرت طويلا كاتمة حنقها قبل أن تنفجر غضبا بتقبيله للتي على اليسار. جرته من عنقه إليها وكلمته بلطف عارضة عليه ما تبقى من مفاتن جسدها، لكنه لم يكترث وعاد إلى وضعه السابق. لم يكترث لتصرفها وعاد إلى وضعه السابق. حينها انتفضت صارخة: ألم أروق لك حتى تهتم بغيري؟ لم يجبها ونظر إليها بازدراء دون أن ينبس بكلمة، وعاد من جديد لوضعه السابق. استخفافه أجج غضبها فدفعته بقوة قبل أن يسقط من على الأريكة. سقط ونهض وصفعها راسما لوحة غضبه وحنقه على خدها قبل أن يتدخل باقي الحضور لتهدئة الوضع. ما وقع أفسد الثمر. الأصدقاء ورفيقة أحدهم غادروا المنزل الذي لم يبق فيه سواهما. ظل متسمرين في مكانهما نحو نصف ساعة قبل أن يتجدد عتابهما. لامته على ما قام به فلم يتقبل لومها وعتابها الشديد، وتلاسنا وتبادل عبارة السب والشتم. عيرها بشرفها وتأججت نار الغضب في فؤادها، وفي لحظة غادرت الغرفة وتوجهت إلى المطبخ لا لتطبخ ملذ وطاب. تسلحت بسكين صغير وعادت متظاهرة بطلب السماح منه. قبلته وحضنته واعتقد أنها جادة في ذلك، وما هي إلا حيلة منها لتهيئة الفرصة للانقضاض عليه. وهي في حضنه تناولت السكين وغرزته في قفاه بكل قوة وجرته بسرعة. قوة الضربة لم تترك له أي فرصة للدفاع عن نفسه قبل أن تتراجع إلى الوراء بسنتيمترات قليلة وتطعنه من جديد طعنتين في الصدر. أطلق إثرهما صرخات أيقظت الجيران، فاستفاقوا من نومهم مذعورين قبل أن يخرج بعضهم لتقصي حقيقة ما وقع في بيت الجيران. وهي تهم بالفرار وثيابها ملطخة بدمه، حصرها الجيران وأوقفوها إلى حين حضور رجال الدرك، حيث كان هو في لحظة احتضار قبل أن توافيه المنية في الطريق إلى المستشفى. أمام المحققين حكت هذه الفتاة المجدة التي تحول طموحها إلى سراب، حكت بالتفصيل الممل قصة ضياعها وقتلها الخيانة في فؤاده. لقد أحبته حين كان لها وقتلته. لقد قتلته لما مال لغيرها، وستؤدي ضريبة اختيارها طريقا أوصلها للسجن، حيث تنتظر منذ شهور عقوبة لم تقررها بعد غرفة الجنايات. شكرا لحسن سماعكم واهتمامكم بهذه القصة، وأتمنى أن تكون في مستوى التطلعات، وأنتم مشكورون على الاهتمام الذي تلونه للقناة، وإلى فرصة لاحقة.